طيب، في متابعة لموضوع سمية فتاة المول، نيابة مصر الجديدة بتحيل المتهم بتشويه وجه فتاة المول لمحكمة الجنايات. أمر عبد الرحمن أمين مدير نيابة مصر الجديدة بإشراف السيد المستشار إبراهيم صالح المحامي العام بإحالة المتهم بتشويه وجه فتاة المول لمحكمة الجنايات محبوسا. كان رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقوا إخطار من مستشفى كليوباترا باستقبال سمية 25 سنة موظفة مصابة بجرح قطعي بالوجه بطول 20 سنتيمتر، فانتقل رجال المباحث والحقيقة بسؤالها أقرت سمية بأنه أثناء تواجدها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكربة اتفاجأت بقيام هاني ألف ميم 38 سنة عاطل السابق اتهامه قبل كده في قضيتين لسنة واحدة سنة 2001 في مصر الجديدة اغتصاب، وقضية تانية كانت طبعا التعدي كان تحرش وتعدي على المبلغة والمعروفة طبعا إعلاميا بقضية المول، كان تعدى عليها هاني بالضرب باستخدام سلاح أبيض كتر، هي أوضحت ده في أقوالها إن ده كان كتر يعني، وبعد لما ضربها بالسلاح ده طلع يجري. هنشوف بقى بعد كده، هنتابع مع حضراتكم أكيد القضية هتوصل لإيه، وبإذن الله يعني يتم اتخاذ الإجراء اللازم وتاخد حقها.